مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع، ورمضان مبارك وعيدكم مبارك. قرب ان شاء الله علينا العيد وعليكم. اليوم نتكلم عن عادة رمضانية موجودة في كثير من الدول، خاصة دول اهل الخليج وبالذات اهل حائل، منطقة حائل. هي موجودة في اماكن كثيرة ولها اسماء تختلف. في منطقة حائل تسمى بالعشوة او العشوة، وهي صدقة عن روح الأموات، عادة ما تعمل في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي عادة سنوية بسموها بالعشوة أو اليتيمة، وهي وليمة عشاء إفطار تدعى عليها للأقارب والأصدقاء، وهي صلة الرحم وإطعام المسكين، ولها صلة بالميت وتعتبر صدقة وتذكير للناس للدعاء له. هذه هي العادة، ودرجت عادة في بلاد أهل الجنوب، أهل مثلا الجزيرة العربية، بعض أهل الشام بقوموا بها، في مصر برضو أحيانا بقوموا فيها. وهي عادة زي ما حكينا رمضانية، عادة زي ما حكينا في نهاية شهر رمضان بيحاولوا أنه يدعو أصدقائهم للدعاء للميت للتذكير به وصدقة عنه. الآن الوليمة، في ناس بيعملوها وليمة على ذبائح ويطعم أهل أو أقارب الميت، خاصة المحارم زي ما بيحكوا، اللي هم السيدات الأخوات العمات الخالات، كصلة رحم. ويقال أن في ناس بيحبوا أن يوزعوا، تقسم جزء منها يطعم أهل الميت، والقسم الآخر كصدقة عن روح هذا الميت للفقراء والمحتاجين. وطبعا زي ما حكينا ممكن أنها تكون صدقة له، وهذه عادة حسنة، يعني من العادات الجميلة اللي نعتبرها في بشكل عام من عادات الرائعة. العادة هاي ليست بالعادة السيئة، ولكن في بعض العلماء يقولوا أنها غير واجبة، وناس يقولوا أنها مش حسنة، ولكن تختلف منها. ولكنها عادة سنوية يقال أنها موجودة في عدد كبير من الأماكن، في لها أحكام ما يدخل فيها ولكنها موجودة. الآن في ناس بفضلوا طبعا زي ما حكينا يوزعوا هذا الأكل. شهر رمضان شهر الصدقة، شهر العطاء، شهر المغفرة، وتكثر في الصدقات، لأنه يعني في له حكم خاص، ربنا بحاسب فيه بالزيادة، يعطي الشخص أكثر مما يعتقد في هذا الشهر، عشان هيك تكثر في الصدقات. يا محلى أنه نطلع صدقات للفقراء، وخاصة في هذا الشهر. نحن طبعا نرحب بهذا الموضوع في كل وقت، الفقراء بيحتاجوا، خاصة قرب نهاية هذا الشهر، قرب نهاية العيد، يحتاجوا إلى دعم، إعطاهم بعض الـ 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 الأموال، ويمكن الأكل، حتى اللحم. في ناس صراحة يمكن اللحم ما بكلوا غير من العيد للعيد، فإعطاهم هذا الجزء. أنا أفضل طبعا أنه إذا في شيء زي هيك يعطى للفقراء والمحتاجين، ويدعوا للميت بالرحمة والمغفرة. ربنا يجعل أمواتنا وأمواتكم في جنان النعيم وجنان الخلد إن شاء الله، ويغفر لهم، وتكون صدقاتنا إن شاء الله عن أرواحهم مقبولة إلى يوم الدين. طبعا بدي أذكر بشغلة هون في هذا الوقت، اللي هي كثر الصدقات. يعني هذا الموضوع مهم جدا. الآن في ناس كتير تسأل عن الصدقات في شهر رمضان، كيف بنسوي الصدقات، كيف ممكن نسويها. كتير الآن صار الموضوع سهل، في مؤسسات خيرية معتمدة ومشهورة وإلها فعلا عمل إنساني كبير، ممكن يعني انه نثق فيها، ممكن ندفع لهم هاي الصدقات ويوصلوها ان شاء الله لاهل الخير، للناس اللي طالبه، للشركات. المؤسسات كثيره، كل دوله في عندهم اكيد عدد كبير من هاي المؤسسات. ممكن تعملوا سيرش على الانترنت وتتاكدوا من وجود هاي المؤسسات، ولها فعلا عمل خير، وإنها ويب سايتات ممكن تعمله أونلاين، تدخل كريدت كارد 10 دقايق اللي أنت متبرع عن، وأنت بتنوي المية طبعا عن روح فلان، أو عن روحك نفسك، أو عنك نفسك، أو عن أبنائك، أو صدقة جارية، واللي بدك إياه. فالموضوع سهل جدا.
وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، وربنا يجيب العيد على خير وبركة. سلام.